أصحاب المطاعم وبين مطالب المواطنين لخفض الأسعار نتيجة انخفاض أسعار تكلفة اللحوم والدجاج والأرز وبعض المنتجات الغذائية، دعا مواطنون لحملة مكثفة لمقاطعة المطاعم. أطلقوا من خلالها دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من وسم متداول خلال اليومين الماضيين مقاطعة المطاعم شهر، ووسم تلاعب المطاعم بالأسعار، وذلك لدفع المطاعم للرضوخ للمتغيرات الحالية. ورغم المدة القصيرة لبدء الحملة، إلا أن الاستجابة من بعض المطاعم أخذت طريقها في تلبية النداء، حيث بادرت بعض المطاعم بإعلان قائمة جديدة تشمل التغيير في الأسعار. فطلب اللحم مثلا على سبيل المثال الفرد الواحد أصبح ب48 ريال بدلا من 60 ريالا في بعض المطاعم المستجيبة للمعطيات الحالية. إذا مشاهدينا الكرام، خلونا وياكم نشوف هذا الفيديو لأحد المواطنين وهو يوثق طريقة اختيار بعض أصحاب المطاعم لنوعية اللحوم المستخدمة حتى تكون منخفضة. شوفوا وياكم المقطع. أنا هذا لهم راعي المطعم حطوا إلى الحظ إلى أمام جار ذبيحة ميت خلقه أصلا جربه وين بوديه بيعالجها بيسويها صحون من شاوي بيبيعها ب600 ريال وهو ماخذها 150 ريال ولا جاي أكثر من طبعا محمد تفاعل الكثير من المغردين مع هذا الوسم، وبالتحديد وسم تلاعب المطاعم بالأسعار. خلونا نشوف التغريدة الأولى. الغامدي يقول ذبحنا الدلع،
تبي القدحة والشيمة ونعلمهم كيف يطمعون. هم بدون الزبون ولا شيء، خلوكم قادحين واسحبوا عليه. أيضا في نفس الهاشتاج تغريدة ثانية من أبو تركي يقول فيها: للأسف لا يوجد أي مراقبة أو رادع لجشع أصحاب المطاعم، علما أن أسعار الدواجن نازلة وأسعار اللحوم كذلك. إلى متى هذا السكوت؟ فيصل كذلك على نفس الهاشتاج بعضهم تعود يدفع بدون ما يسأل، وهذا اللي طمع الأجانب في رفع التسعير. حتى لو تكلمت الكل يستغرب، وستجد نفسك أنت الوحيد. أيضا المغرد فايز الجهني حضر بتغريدة قال فيها: والله لو اتفقوا الجميع على المقاطعة ما يبقى مطعم رافع السعر، بس مشكلتنا نتحمس بالكلام وبالأفعال ما نسوي شيء. الأسطورة كذلك على نفس الهاشتاج ونفس الوسم ما شاء الله عنده زيادة طاقة في التغريد: أصملوا يا الذيابة كلها يومين وتنزل غصب عنهم العزابي يطبخ في شقته، والمتأهل تطبخ لحرمته، ويا زين طبخ البيت بس انتو صملوا. طبعا طبخ البيت زين على كل حال. صحيح عبد الحكيم، التغريدة الأخيرة في هذا الهاشتاج كانت من نايف وقال فيها: للتنبيه الحملة تنجح في حال قمنا بسحب جوالات البنات خلال يومين فقط سوف تنهار الأسعار. يقصد أنهم هم اللي يطلبون، يعني يبدو يحملهم مسؤولية شوي. طيب، وقد كان أو قد قام موقع هاشتاج السعودية بعمل استبيان. هذا الاستبيان يعني احتوى على التالي: هل تؤمن بأن مقاطعة المطاعم شهر يمكن أن تعالج جشع التجار؟ جاءت الإجابات كالتالي: 58% نعم وسوف أقاطع، و 26% نعم لكن لن أقاطع، و 16% لا. طبعا على أن فيه نسبة كبيرة للنعم واللي راح يقاطعون، إلا أن سبحان الله يا محمد لا زال في نسبة أيضا من بسيطة صحيح ما راح يقاطع. يعني أراها كانت مختلفة، لكن فعلا زي ما قلت النسبة الأكبر كانت المقاطعة. طبعا عبد الحكيم والسادة المشاهدين الكرام، ضمن تغطية أخباركم لهذه القضية معنا الآن على الهاتف الأستاذ بسام المالك، وهو رئيس مجلس إدارة شركة مطاعم الكابس. حياكم الله أستاذ. أهلا وسهلا، الله يحييك. حق
حقيقة أستاذ وسام حنا نشرف يعني حقيقة بمداخلتك معنا في أخباركم الليلة. اسمح لي أبدأ معك بتساؤل كان يعني تساؤل كثير من المغردين في تويتر وأيضا المواطنين، لماذا ما زالت المطاعم تبيع بالأسعار المرتفعة القديمة؟ والكل يعلم أن أسعار تكلفة اللحوم والأرز والدواجن في انخفاض كبير جدا وملحوظ أيضا في الآونة الأخيرة. تعليقكم أستاذ مالك. التعليق طبعا عندك الان اللي موجود للسوق والمقاطعه كلها تكون المطاعم ومبيعاتها صحيح، والهاشتاج هو قائم على هالشيء هذا ليش المطاعم ما نزلت الاسعار. فعليا هي اللي قاعد تصير انه احنا نفس اللي قاعد الموجود بالسوق اللي احنا نشتريه من سنتين ومن 3 سنوات ما نزلت فيها نفس الاسعار من الموردين اللي هم الدجاج او تمام. طيب هذا هو طويل العمر والسلامة اللي هو يعني مستحيل حتى لو صافت المقاطعة اللي أنت تتكلم عنها وأنا كنت قاعد أسمع الآن، حتى لو صافت المقاطعة ما نقدر نزل بالأسعار لأنه أساسا نسبة الربح ما هي بذلك الشيء الكبير اللي تقول احنا ربحيتنا مثلا 50 ولا 40 ولا حتى 30%. فهيك هي اساسا الاسعار ما ترفعت الا من المصدر الاساسي من الاشياء اللي احنا بنطبخها سواء الرز او اللحوم. طيب استاذ بسام الموزع هذا الا يمكن انك تكسب انت الزباين وتكسب المجتمع بشكل عام وتبحث عن موزع اخر او تقوم بنفسك بالشراء مثل هذه الاشياء حتى يعني فعلا انك تقف مع المجتمع في قضيه خفض هذه الاسعار بدل ما انا اعين واعاون في هالشيء هذا والنقوق، ولكن لا يمكن اني انا انزل من الكواليتي اللي موجود عندي واروح ادور الكواليتي اقل بدل انا انزل بالاسعار. بمعنى يعني الاشياء اللي انا مثلا انا ابي احط مطعم الكابل لو تجي تناظر مثلا للدجاج او اي لحظه تجي تلقى عندي اللي هو الدجاج اغلى انواع الدجاج موجود بالسوق، لاني انا ما ابغى اقول اسم الدجاج لاجل ما اكون متسوق لهالشركه. ممتاز، ولكن تلقاه هو اغلى شيء موجود بالسوق حاليا. لو انا نزلت اقدر انزل الاسعار بحيث انه انا اجيب شركه الدجاج تكون اقل اسعار ونزلها عندي بالمطاعم الطبيعيه، لكن بتكون الكواليتي اقل والجوده اقل من هالناحيه. طيب استاذ بسام، ما هو تعليقك؟ طبعا
احنا سمعنا بعد الحملة هذه. وقبل ما نتكلم قبل ما نطلع برا الموضوع طيب اول سؤال اقرب مثال عندك ليش نظرت المطاعم رحت شفت التميمي رحت شفت الشرف رحت شفت عمرك العتيم ما نزل قيمة الدجاج فمعناته هم زي ما هم يشترون تراني يعني اشتري والمطاعم طيب استاذ بسام معلش في مطاعم شهيره ولها يعني اسم بين الناس ومعروفه اعلنت بعد الحمله هذه استجابه بتخفيض الاسعار هل هذا يعني ان منتجاتها اللي تقدمها للمستهلك رديئه ام انه والله فعلا هذه استجابه ومواكبة للأسعار الحقيقية والتكلفة اللي على المطاعم اللي أنت تتكلم عنهم أنا ما أعرف أساميهم ممتاز طيب ولكن أنا فعليا اللي أنا أنزل منه بالذات نفس الأسعار واللي أنا أنزل منهم اللحم أنا السواقين اللي عندي طلع عمرك يطلعون بشكل يومي للسوق للمبيعة حق اللي هو اللحوم ويشترونها حية على قدرتهم ويطلعوا فيها للمثلة ويذبحونها والله إلى آخر فمعناته ما في شيء نزل وقلت لك أقرب مثال عندك تعال رح لأس ليش ناظرتهم انتم المطاعم رح اشوفوا السوبر ماركت اكبر السوبر ماركت اللي موجودين عندنا في البلد ولك تلقى نفس الاسعار ما نزلت ولا حد طيب فهي المشكلة اساسا من المورد ما هي من طيب سعر الأغنام الآن اللي موجودة في السوق تقريبا وصل يعني بحد أدنى 530 السعر هذا يجعل بين مثلا بسعر النفر يوصل 35 ريال خلنا نكون يعني طيب النعيمي نعم النعيمي لا الهرفي الصغير وش الهرفي اي نوع هرفي الصغير اصغر شيء اللي ياخذونه اغلب المطاعم حلو اي نوع في طال عمرك كم برا اللي يجي من باكستان لا 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 هذا في السوق في السوق في السعودية هذا وش أي نوع في الرياض واللي طلع مقطع قبل فترة طلع مقطع اليوم اللي هو عن وزارة الزراعة أن في واحد أيضا كذلك طلع عند يعني عند بائع الغنم وأخذ التسعيرات وكذلك ظهر في المقطع يعني شكل الهرفي والنعيمي نفسه لو كان الكلام هذا صحيح اللي انت تقولونه او ان شاء الله انه صحيح وانا اتمناه لانه انا بالاخير لو نزل قيمه اللحم معناته راح تزيد مبيعاتي في اللحم انا بالاول وبالاخير ترى نسبتي واحده في الربح سواء
صحيح تمام واضح حسب فانا قاعد اتكلم انا ما اقدر حتى احط اذا انا موجود بالسوق انا حتى التسعيره بالنسبه لي انا ما اقدر احطها الا لما انا على حسب السوق وش قاعد يعطيني انا لا يمكن اني انا بعد اتحمل خساره تمام استاذ بسام وجهه نظر انا لو ابيع شيء مجمد وانا اخوك ولا يهنون اعزائي المشاهدين بل هذا الشيء لو انا ابيع شيء مجمد انا سعري واحد ولا يمكن يتغير فاهم وش اللي اقصد فعلا يعني بما انك تسالك لحوم طازجه بالتالي تكلف عليك مرتفعه مالك وأنت مالك لسلسلة مطاعم الكبش شكرا جزيلا لك على هذه ويا ليت إذا كان خارج الكنترول بعد شوي إذا في أحد صحيح إذا ما أنت تقول يبيع الهرفي بال580 تمام بسام انا مضطر اقاطعك لانه الوقت صراحه داهمنا ومعانا اخبار كثيره وبالنسبه لانخفاض الاسعار اكيد انك سمعت عن الحمله الواسعه ومناقشات وسائل الاعلام عده لانخفاض اسعار الاغنام والمطالبات اللي حصلت حتى لوزير الزراعه عموما شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وما يمنع كذلك محمد أن فعلا المشاهد اللي يبيع مثل هذه الأغنام وبنفس التسعيرة أنك كذلك يتواصل مع الأخ بسام وهو قريب يعني لمن أراد أن يصل له وكذلك عرض عليه السعر وإن شاء الله تكون هي فتحة خير تمام